أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن الشراكة المصرية الفرنسية كان لها دوما دور كبير في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية من خارجية فرنسا بحكومة تسيير الأعمال ستيفان سيجورني، حيث بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لبحث سبل إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة المختلفة. واستعرض عبد العاطي المستجدات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن الاعتراف الدولي والأوروبي بالدولة الفلسطين سيكون بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي والداخل الإسرائيلي بأهمية إدراك محددات السلام والمضي قدما اتصالا برؤية حل الدولتين، ومنوها إلى خطورة القرارات الإسرائيلية التي تعرقل مساعي التوصل لحل الدولتين، وآخرها اعتبار وكالة الأونروا منظمة إرهابية.